ايوه حسن. لا ده انا لو ابني اللي عمل كده كنت هجيبهولك بنفس الحد عندك الا الحقوق. لا انا نسيت الحكايه دي خلاص. كل واحد منا كان له حق عند التاني وخده. وعشان الحكايه تبقى خالصه مخلصه انا هسلمك نعيمه. لا انا لو كنت اعرف قبل كده كنت انا اللي ذبحتها بنفسي. لا ما تتعبش نفسك، ذبحها عندي، انا هبعت لك اللي ياخدها ويجيبها لحد هنا. سلام. ايوه يا بنتي يا سامية. ايوه يا خالتي، مالك بس صوتك متشحتف وبتعيطي كده ليه؟ بقولك ايه، تعالي الحقيني، ده حبسني في الاوضه وقفل عليا الباب بالمفتاح. يا خرابي، لا 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 لا، معقول؟ طب اهدي اهدي اهدي، انا هقوم اجيلك دلوقتي، اقفلي. سلام. تقومي فين يا بت؟ تقومي فين؟ انت بتاخدي قرار من نفسك كده تقومي وانا قاعد ايه شراب جنبك؟ اسكت يا محروس، اسكت على النجارة. ايه يا بنت النجارة؟ النجارة لا ينحكي ولا ينقرى. في ايه يا بنت؟ مالك وغوشتيني؟ البت ريتال راحت عند خالتي نعيمة الفيلا وكانت عايزة تقتلها، وعصام بقى حبسها هناك، وخالتي بقى بتستنجد بيا وعايزاني. بقول لك ايه، اهدي كده واستهدي بالله. عصام بيه ده قتال قتلة ولا ريتال؟ ريتال دي مجنونة، ممكن تولع فيكي وفيا وفي اللي خلفونا. لا 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 لا، بس خالتي عايزاني وعايزاني، ده انا لازم اروح اقف في ظهرها، ما ينفعش. يا بت بقول لك ظهر مين؟ بقول لك ريتال دي مجنونة، مجنونة. دي مرة هبت منها راحت ولعت البيت الكبير. عارفة يعني ايه ولعت البيت الكبير؟ البيت الكبير اللي ما كانش حد يستجرى يعدي من جنبه، يجي يعدي؟ ما كانش حد بس يقدر يطرف كده بعينه، راحت حرقته. ولا مش هقول لك بقى على طيبة قلب امها؟ يا حبيبتي دي بتذبح البني ادمين اكنها بتقطع خيار. بقول لك ايه؟ ايه؟ روح اقفي في ظهرها. ايه؟ روح اقفي في ظهرها يلا. إيه؟ بقول لك ايه يا محروس؟ هو انت مش كان نفسك امبارح في كشري؟ اه. يلا نقوم نجيب. يلا يلا. يا مالك يا حبيبتي؟ خايفة يا عمتي. من ايه يا روح عمتك؟ مش عارفة المحاكمة الجاية ممكن يحصل فيها ايه. خايفة كريمة تاخد حكم وتخش السجن؟ ما تقلقيش، ربنا معاها. صدقيني يا عمتي، ماما وانا عارفاها، لو حصل اي حاجة مش هتقدر تستحمل. ريحي نفسك انتي بس. هنعمل ايه؟ ادي الله ودي حكمته. مش عارفة في المحاكمة هبقى عاملة ازاي، ربنا يستر. يا واد يا بدر، اسمع الكلام اللي بقول لك عليه يا مرت عمي. مش هخرج منها. مش هينفع، لازم تسمعي كلام شاهد وبعد كده يحلها الحلال. أنا مش خايفة من الموت يا مروان. من جاب بس سيرة الموت دلوقتي؟ شاهد بتقول إن البنت دي كلامها فارغ وأنا مصدقها. أنت كان قصدك ما توزيهاش على محرم، أنت كنت عاوزة تنصحيها. هي فهمت إنها تخلص منه، وأنت كان قصدك إنها تهج من البلد عشان ما تبقاش تقطعه. البت دي كان بينها وبينه علاقة مش مظبوطة، واحنا بينا وبين عيلة محرم عداوة. فريم ضغطت على البت سينا دي وهمتها وقالت لها انها ممكن تطلعها او تجيب لها حكم مخفف لو قالت ان انت ليكي يد في الحكاية دي. لا 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 لا، الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. انا اللي قلت لسينا تقتل محرم. ياما انت عمك، ياما كريمة، افهم اللي بقول لك عليه. افهم انت يا حبيبي.
أنا ربنا حاططني في امتحان آخر اختبار ليا، ولو أنا هطلع براءة الكذب والغش والخداع مش هعمل كده. كل العيلة دلوقتي واقفة جنبي، أنت اللي كنت ضدي وبتحاربني وأنا بحاربك واقف جنبي. شاهدت بنتي كانت واخدة مني جنب واقفة جنبي، مين يصدق؟ جبرية لو طالت إنها كانت تدفني بالحياة كانت عملت كده، ومع ذلك واقفة جنبي. لا يا ابني لا، ما أقدرش أروح المحكمة واقف قدام القاضي واحلف يمين الله كذب، ما اقدرش اعمل كده. لو سالني وقال لي يا كريمه انت اللي عملتي كده وانت اللي وزيتي دي انت مدانه، هقول له اه انا اللي عملت كده، مش هكسب تاني يا مروان، مش هكسب تاني يا حبيبي. خلاص بلاش تحلف اليمين. ازاي يعني؟ يا باشا دي قالت لك ان انت ممكن ما تحضريش الجلسه، خلاص ما تحضريهاش، احنا مش مستغنيين عنك ابدا. وبعدين محرم ده كان راجل سوي، لو طال كان يولع فينا كان عملك ده علي الطلاق بالتلاته، لما كنتيش قتلتيه انا كنت دفنته بالحياه. اللي في الخير يقدمه ربنا، ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبي، تعبتك معايا. اتفضلي. مروان كان عايزك فيها يا كريمة. مش عايزني اروح احضر الجلسة. اسمعي كلامه، هو عارف اكتر مننا. طب وبعدين يا جبري؟ ولا حاجة، اعمل اللي بيقولوا عليها العيال، هم عارفين وفاهمين زين. ما انا لو استخبيت النهاردة مش عارف استخبى بكره.